السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة كاتري داميا. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اذا كنتي اول مرة كتزوروا القناة، ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم غادي نشارك معكم وصفة ديال كريم كراميل، كتجي لذيذة بزاف بالنسبة لعشاق لهاد الديسير. كنحتاجو 4 ديال البيضات، كاس كبير ديال الحليب المركز المحلى، كاس كبير ديال الحليب العادي، وكاس كبير ديال الحليب المركز ماشي سكري، ما يكونش حلو. كنحتاجو زازة الحامض، كنحتاجو لواحد ساشي د فاني، كنحتاجو شويه ديال الملح. بسم الله، كنديرو داك 4 البيضات في الميكسور، نزيد عليهم واحد شويه ديال الملح، كندير داك الحليب نيستلي، هو الا كان عندكم نيستلي المهم يكون حلو. الكاس الاول كيكون حلو، الكاس الثاني ديال الحليب عادي، والكاس الثالث ديال الحليب المركز ما يكونش حلو. اذا ما كنحتاجوش كاع السكر، لان نيستلي هو ديجا حلو بطبيعه ديالو. اللي ما عندوش الحليب غير محلى يمكن يدير جوج كيسان الحليب عاديين. كنديرو داك الخنيشه ديال فاني، وكنديرو زاز ديال السيترون، وكنديرو كلشي يتخلط في الطراب. دابا غندوزو باش نوجدو الكراميل. كناخدو نص كاس ديال السكر، كنديروه في مقله ولا في كاسرونه، وكنحطوه فوق نار متوسطه حتى كيبدا يدوب داك السكر. وكناخد المقله وكنحرك بالمقله، يعني ما كنحرك لا بمعلقه لا بوالو، تا كيدوب داك السكر على خاطرو وكتبدلو لا كولور وكيولي كاراميليزي. اون فوا كوجدنا الكراميل، غادي ناخدو غنديرو في زليفات هكا صغار اللي كيدخلوا للفرن. صافي كنعمر داك الزلايف. اللي مهم هنايا انني هاد الزلايف كنديرهم في واحد الطبسيل ديال الفران، والطبسيل ديال الفران كيكون ديجا فيه الماء، دونك كنطيبهم في بان ماري، حمام مريم. اذا نعاود الطبسيل كيكون فيه ديجا الماء، كنحط فيه هاد لي غامكان صغار، كندير عليهم كنبدا بالكراميل هو الاول محطو دايب،
صافي دابا كناخد هذاك الخليط ديال الحليب والبيض اللي درت، وكنعمر هذوك لي غامكان، كنزيدهم من فوق داك الكراميل. كنكون شاعله الفرن على درجه حراره 180 درجه ولا 350 فرنهايت. صافي دابا ها هما، هذا هو الشكل ديالهم. غادي ندخلهم الفران اذا لاحظتوا داك الماء كيغلي. كنخليهم مده 45 دقيقه، كنحيدوهم من الفران. انا غادي نديرهم في بلاطو ونخليهم يبردوا قبل ما نقدموهم. كنخليهم يبردوا شويه على برا، ومن بعد كندخلهم الثلاجة اذا بغيت ناكلهم باردين اكثر. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الكريم كراميل ديالنا. يمكن لكم تذوقوها يا اما بلينوازيت غريي ملي كتكونوا حمرتيو، يا اما ديروا لها الشوكولا، يا اما تقدموها بلوزيز ديال السيترون ولا بلي فروي، عندكم الاختيارات. كاينه انا مخليه لكم في اخر هذا الفيديو الطرق باش زينتها. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاعجاب والتعليق. ومرحبا بكم، ان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم ووصفه قادمه مع غاتري لاميا.